آثار استثناء مهني وقطاع الصحة لأقل من 40 سنة من الاستفادة من عملية تلقيح ضد فيروس كورونا اللي غادي تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل استياء وغضب عارم في صفوف الممرضين والأطباء الشباب، معتبرين أنه إقصاء غير مبرر وتفييء غير مفهوم. وكانت الوزارة الوصية على القطاع قد أعلنت في بلاغ يوم أمس الجمعة أن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 غادي تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، وأن الفئات المستهدفة هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاتها، وهم مهني الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي وكذا النساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين من العمر 75 سنة فما فوق. وعبر عدد من مهني الصحة في تدوينات عبر صفحاتهم الفيسبوكية عن غضبهم مما وصفوه بآخر إبداعات وزارة الصحة، متسائلين باستغراب علاش زعم مهني الصحة أقل من 40 سنة ما يتلقحوش، شنو مبرر؟ واش كان شي إثبات باللي كورونا ما كتقيش الناس لأقل من 40 سنة؟ كما تساءل مهني وقطاع الصحة حول المصوغات الطبية والعلمية إزاء هذا التفييء والإقصاء، والزعم كاع مهني الصحة لأقل من 40 سنة مناعتهم قوية، مع العلم أنهم الأكثر عرضة للإصابة بحكم عملهم، والزعم إلا مات شي واحد من مهني الصحة أقل من 40 سنة هانية. كما عبروا عن خيبة أملهم وإحساسهم بالحيف من هذا القرار، واش نهار احتاجيتهم خدمتهم صباح وعشيه وخدموا عام الصرف وكاين اللي فيهم دار الحراسه والانعاش لمرضى كوفيد بليكي وعطيتهم تعويضات ديال 2 فرانك، وباش تكملوا الباهيه وتبينوا على تقديركم تضحياتهم كتقولوا لهم لي اقل من 40 عام ما يتلقحش.